السلام عليكم. دي المحاضرة الثالثة في الكورس بتاع الـ Construction Data Modeling. النهاردة هنتكلم عن الـ IFC. الـ IFC دي بتمثل عملية الربط. ازاي هنفهم النهاردة ازاي بنربط ما بين الكلام اللي قلناه قبل كده في الـ Data Modeling والـ Data، وازاي بتمشي الـ Data وتتحرك ازاي بالـ Revit نفسه مثلا، او بالتطبيق بشكل عام. انا هستعمل Example هنا على الـ Revit. تمام، فنرجع نفتكر بسرعة. نفتكر من الاول تاني الفكره بتاعت البيم. البيم مش مجرد 3D موديل او انك تتعلم تستعمل ريفيت او نيفيس فورك او انفرا ووركس او اي سوفت وير تاني. دي ممكن نعتبرها ان انت بتطبق البيم بالشكل ده، انما البيم نفسه كفكره، الداتا موديلنج كفكره، لا مش كده. ان الداتا موديلنج كفكره هو الفلو بتاع الداتا، ازاي الداتا بتتحرك، وازاي ان انت بتجيب حتى من اسمها بيلدينج انفورميشن موديلنج، ان انت ازاي عندك انفورميشن وديتا كتير، ازاي بتعمل لها موديلنج، وازاي تربطها ببعضها، وازاي الانفورميشن دي تتحرك من مكان للتاني وتتربط ازاي عشان خاطر في النهاية اطلع بال 4D وال 5D والكلام ده كله. تمام، فنفتكر مع بعض كده بسرعة. ال 3D، ال 3D هو بمجرد الجيومتري بتاعتنا اللي هي 3 dimensions x y و z. ده بيطلع موديل كجرافيكس 3D. والله لو زودنا عليه السكاديول هيديك ال 4D. دلوقتي بقى الموديل بياخد معاه كمان التايم، بقى عندك 3 dimensions للجيومتري وعندك ال 4 dimension اللي هو التايم. لو دخلت عليه الكاش اللي هي الكوست هيطلع لك ال 5D. دلوقتي بقى عندك الموديل كمان بقى بيحسب الكوست، تقدر تحسب الكوست عند اي وقت، الكاش فلو عند اي وقت عشان الانفويسز والكلام ده. بعد كده الحاجات مثلا الجديده اللي بتخش، لو انت دخلت مثلا السستينابيلتي ميجرز، انك بتقيس بقى مثلا الانبعاثات الكربونيه، استهلاك الطاقه بتاع المبنى، وازاي ان هو يقلل في الطاقه، وكمان اللي هو بيسموه الثيرمال اناليسيس والكلام ده. لو طلع فالاوبشن بتاع السستينابيلتي ده هو ده 6D. وفي خلاف، هتلاقي برضو ممكن في خلاف ايه هو 6D، ان لسه يعني الموضوع مش بهذا الانتشار في الاندستري، الكلام كله اكتر في ناحيه الاكاديميا ستيل. لو زودت عليها الفاسيلتي مانجمنت، ازاي الفاسيلتي دي هتمانج الفاسيلتي دي، ساعتها يبقى انت كده مثلا وصلت لل 7D، وهكذا. يعني انت ممكن توصل لحد ND. يعني انت في الريسيرش هتلاقي ممكن نوصل لحاجات اعلى من كده. انت وانت شغال والله بتعمل مثلا الماجستير بتاعك، بتدرس حاجه، يا عم انا هعمل ال 8D، انا هجيب حاجه جديده وهتبقى دي ال 8 دايمنشن، وهبدا اربط الداتا واشتغل على هذا الاساس. يعني حاليا يعني المعترف عليه مصطلحيا اكيد هو لحد ال 5D. ال 6D غالبا هي sustainability، بس يعني ساعات بيقولوا لا هي facility management، بس هي غالبا والله اعلم هترسع على sustainability. بعد كده facility management هي بقت 7D، وهكذا. تمام، احنا قلنا المحاضره النهارده هتتكلم عن الاي اف سي. طب ايه يعني ايه الاي اف سي دي؟ الاي اف سي باختصار هي عباره عن data model، زي ما احنا شرحنا قبل كده يعني ايه الاوبجكت اورينتد موديلنج مثلا والداتا موديلنج والكلام ده. فالاي اف سي ده عبارة عن داتا موديل بيستعمل البيم. داتا موديل يعني فيه كلاس وسب كلاس وسوبر كلاس وعلاقات ما بين الكلاس اللي هي الريليشنز وهكذا اللي احنا شرحناه قبل كده. طب ايه اشمعنى ليه الاي اف سي؟ اشمعنى الاي اف سي؟ ان هو اوبن، اي حد يقدر يستعمله ويخش ويطلب تعديل فيه كلام من ده. انترناشونال، بدا ينتشر او اوريدي انتشر في على مستوى العالم، وفي نفس الوقت اغلب السوفت ويرز ابلكيشنز حاليا بتستعمله، يعني الاوتو ديسك كلها بتستعمله. وفي نفس الوقت في بارتيسيبنتس كتير، يعني مش هو حاجه جامده، لا ده بيتعدل فيه. يعني مثلا اي اف سي مثلا هتلاقي مثلا في الهيستوري بتاعه، لو قريت مثلا ان مثلا اي اف سي 4 اللي هو الفيرجن اللي بنتكلم عليه اللي هو يعتبر اجدد حاجه، ده مثلا دخلوا فيه فيتشرز جديده ما كانتش في القديم، فدخلوا مثلا فيه انه بقى ياخد في اعتباره البروسيسز بتاعت الكونستراكشن مانجمنت مثلا. ماشي، ففي النهايه الاي اف سي هو عباره عن اوبن بيم، هو عباره عن بيلدينج انفورميشن موديل مفتوح للناس كلها، بيسمح للممبرز ان هم يبارتيسيبيت ايا كانت السوفت وير اللي بيستعملوها. واي واحد عاوز والله يبارتيسيبيت ويكبر الموضوع، يعدل حاجه، كلام من ده، اتس اوبن. ميزته ان هو بيعمل كومن لانجوج بين الناس، بدل ما احنا كل برنامج ليه طريقته في ربط الداتا في الداتا موديلنج بتاعته، لا بقى في حاجه كومن كلها نفس اللغه كلها بنتفاهم بيها كلها بنتكلم بيها. بيساعد ان انت ما يبقاش في عندك لخبطه في الداتا زي المالتيبل انبوت فور ذا سيم داتا. هو اندبندنت، مش لازم سيستم معين، لا هو اندبندنت، وفي نفس الوقت اونلاين برودكت، فسهل في التعامل، مش محتاج انت بقى تقعد تعمل داونلود لحاجات، هو اونلاين برودكت فسبلاي سايد. طيب
الاي اف سي ده اللي عامله اللي هي البيلدينج سمارت، دي المجموعه اللي عاملاها او المؤسسه اللي عاملاها، هم دول اللي هم بيعملوا الاي اف سي سبيكس وهم المسؤولين عن الديفلوبمنت بتاعته وانهم يعملوا ابديت. بالنسبه للبيلدينجز احدث حاجه حاليا هي الاي اف سي 4. بالنسبه للانفراستراكشرز في كذا بروجكت شغال، في زي الاي اف سي الاينمنت، في الاي اف سي بريدج، في الاي اف سي رود، في الانفرا موديل. نظريا يعني بما ان اوتوديسك دخلت في الانفرا ووركس، البرنامج الانفرا ووركس والكلام ده، فيبدو ان هناك اتجاه ان هم يعملوا كل الانفراستراكشرز هو موديل واحد، وربما يركبوا كمان ده على البيلدينجز يعني، بس غالبا لا هيبقى حاجه منفصله شويه الانفراستراكشرز. طيب الناس مثلا اشتغلت بالريفت مثلا شافت كلمه اي اف سي قبل كده، واكيد شافت اللوجو ده قبل كده كتير، فدي دي اللي هي ايه، دي الفورماتس بتاعت الاي اف سي. يعني انت في النهايه الاي اف سي ده يعتبر زي لغه فيها يعني فيها لغه جزء برمجه وجزء موديلنج، فهي في النهايه مثلا الفايل بتاعتها مثلا ليها فورمات الخاص بيها اللي هي دوت اي اف سي. في فورماتس تانية زي الـ IFC XML، في الـ IFC Zip، بس الأشهر والأكثر عموما هو الـ IFC .IFC. فده الديفولت بتاع تبادل الداتا بتاعت الـ IFC، ده الديفولت فورمات. طيب احنا ليه داخلين في موضوع الـ IFC؟ لسببين. أول سبب إن الـ Construction Management أو الـ Construction بشكل عام متأخرة في موضوع الـ Digitalization، يعني كل الـ Industries بدأت تخش في الديجيتاليزيشن بشكل قوي قوي. الكونستراكشن لسه ما دخلتش قوي، لسه كلها حاجات بسيطه. فمثلا فده التقدير كانت عاملاه ماكنزي في 2015، ماكنزي من اكبر شركات الكونسلتنج على مستوى العالم. فماكنزي كانت لما حط الترتيب فهتلاقي مثلا الميديا مثلا عاليه جدا، مش عارف ايه الايديوكيشن يعني حاجات. فمثلا الكونستراكشن بص في ثلاث ارباع الحاجات دايما في الريد يا في الاورنج، كونستراكشن قليله جدا يعني، هو الترتيب ده حتى على حسب التوتال. فالكونستراكشن يعني قبل الاخيره في الاندستريز اللي هم عملوا عليها الداتا ريسيرش بتاعهم. فالكونستراكشن حاليا من اقل الحاجات، ولكن الكونستراكشن برضو فيها حاليا بوتنشال عالي في الشغل. يعني زي ما احنا شايفين السايز بتاع في الجراف ده، يعني السايز بيمثل البوتنشال الى حد ما. فلا الكونستراكشن حاليا بتكبر وبسرعه جدا. يعني مثلا موضوع البيم ده مثلا ده هيلغي الكاد عما قريب، خلاص محدش هيشتغل كاد. يعني زي بالظبط لما ظهر اوتوكاد زمان بدا يلغي ان الناس ترسم بايديها. ففي وقت ما ده برضو الكاد خلاص، الكاد محدش هيحتاج ان هو يرسم لاين. يعني ايه لاين؟ لا هو في النهايه انا برسم الحيطه على طول او برسم الارضيه على طول وهكذا. بس فالموضوع ده هيبقى سريع جدا في ال... وهيبقى هو هيكبر بسرعه. تمام، تعالوا نتكلم بقى على الـ IFC 4. لو دخلنا على الموقع بتاع الـ IFC 4 فده شكل الشغل بتاعه، يعني ده شكل الويب سايت. فتعالوا نبص فيه شوية نفهم هو عبارة عن إيه، شغال إزاي، ونربطه بالداتا موديلنج اللي إحنا عملناه قبل كده. فلما نخش تعالوا نخش على الويب سايت، وتعالوا نخش على الـ Inheritance Listing. وإحنا لو فاكرين اتكلمنا على إيه Inheritance، وإن يعني إزاي في الهيراركي بتاعتك إن الـ Subclass بيورث كل خصائص الكلاس بجانب الخصائص بتاعته الشخصية. تمام، فده مثلا فدي سامبل مثلا. فده مثلا بيتكلم على ايه؟ IFC reinforcing element، بيتكلم على التسليح. فده مثلا ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون IFC reinforcement bar سيخ او مش كاملة، IFC reinforcement mesh او tendon وهكذا. فتعالوا مثلا نبص على البار. اولا ال IFC نفسه reinforcement element لازم بيكون ليه ليبل، اللي هو عبارة عن ايه الليبل ده؟ اللي هو الستيل جريد. الستيل جريد وده بيتعبر عنه بليبل. بعد كده مثلا الاي اف سي رينفورسمنت بار هيبقى اكيد ليه الجريد الانهيرتنس بتاعتنا، وليه ايه كمان؟ ليه مثلا نومينال دايمتر بيبقى عباره عن بوزيتيف لينث ميجر، رقم يعني رقم للميجر، رقم موجب لينث ميجر. يعني ايه؟ يعني متر سنتي انش كلام من ده. ليه مثلا جروس كروس سكشن اريا، اسف جروس سكشن اريا. فده بيترجم ازاي؟ عباره عن اي اف سي اريا ميجر، يعني ده بيتربط بده. وزي ما انت ملاحظ ان مكتوب اي اف سي بوزيتيف لينث ميجر واي اف سي اريا ميجر، مش مجرد اي حاجه لا. فده برضو يعني لما لو بصيت على اي اف سي اريا ميجر دي هتلاقي برضو ليها الهيراركي بتاعتها وتطلع من هيراركي تاني. يعني مثلا الانفورسنج سيستم ده مش جاي لوحده كده، لا ده فوقيه حاجات كتير تانيه.
يعني ده مثلا ده خارج من الاي اف سي element component، وده هتلاقيه خارج من حاجات تانية هنقولها دلوقتي. فدي مثلا يعني دي يعني سناب شوت من حتة صغيرة في الهيراركي. طيب نبدأ من الأول خالص، من أول خالص اللي هو إيه الـ IFC root. IFC root ده اللي هو الأساس. فالـ IFC root ده تعريف الناس بتوع الـ IFC نفسهم، فبقول لك IFC root هو ده الـ most abstract and root class، يعني ده أعلى حاجة abstract في الـ level of abstraction في الـ classes لأي entity definition. الـ entity دي ممكن تكون object definition، ممكن تكون property، أو ممكن تكون relationship. أي حاجة سواء object أو property أو relationship زي ما احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، كل دول تحت الروت. فالروت ده اللي هو أعلى حاجة. بيعبر عنها ازاي؟ زي ما احنا قلنا الـ IFC ليه فورمات. فده مثلا شكل الفورمات بتاعه، يعني مش هخش في التفاصيل دي، دي ممكن تبقى كورس لوحديها كامل. بس دي فكرة ان هو في النهاية بيعبر عنها بإيه؟ بفورمات. هي كأنك بتعمل programming، هو بيتكلم عنها بالشكل ده concepts وكلام من ده. طيب تعالوا مثلا ناخد سناب شوت. فده مثلا الـ IFC root ليه حاجات خاصة بيه، بيبقى ليه مثلا الـ properties بتاعته الـ name الـ description وهكذا. وزي ما انت شايف بتبدأ بقى الـ hierarchy تشتغل عادي خالص. ففي مثلا ممكن يكون مثلا في الـ personal and مثلا في الـ owner history مثلا هتلاقي مثلا في personal person and organization، وده ممكن يكون شخص أو organization أو role. والبيرسون ده بيبقى ليه فاميلي نيم، البروبرتيز بتاعته فاميلي نيم، جيفن نيم، ميدل نيم، بلا بلا بلا، كل الكلام ده. بس فده يعني دي سناب شوت صغيره من الهيراركي. زي انا بس بوريك ان هي شبه الهيراركي اللي احنا كنا بنعملها قبل كده، شبه المودلز اللي كنا عملناها قبل كده، بس ده حاجه ستاندردايزد لكل الشغل بعد كده. طيب تعال نبص مثلا بالتفصيل شويه. فالروت زي ما احنا قلنا تحتيه ثلاث حاجات، تحتيه الاوبجكت، تحتيه البروبرتي، تحتيه الريليشن شيب. تعال نبص على الاوبجكت. فلو دوست على الاوبجكت في الموديل اللي قدامك هتلاقي تحت الاوبجكت هتلاقي في تحتيها كونتكست واوبجكت وتايب اوبجكت. وتاني هو بيحط دايما اي اف سي قبلها ان دي تبع التصنيف بتاع الاي اف سي، فدي يونيك. بس انا بقولهاش يعني عشان ما حدش يتلخبط. طب تعال نشوف الاوبجكت، دوست عليه فهتلاقي عندك اكتور وكنترول وجروب وبروسيس وبرودكت وريسورس. تعال مثلا نبص على البروسيسز، ايه البروسيسز الموجوده؟ بقول لك مثلا عندك بروسيس اللي هي يا اما ايفنت يا اما بروسيجر يا اما تاسك. فده مثال على هيراركي، هي زي الهيراركي اللي احنا كنا بنعملها قبل كده. طيب تعال نبص على حاجه ثانيه، تعال نرجع تاني. فعندك الاي اف سي روت نفس الثلاثه، تعال المره دي نجرب التايب اوبجكت. تحت الاوبجكت نبص على التايب اوبجكت، وتحت تحت التايب اوبجكت، لا انا اسف اتلخبطت، هنخش على الاوبجكت ديفينيشن، ومن الاوبجكت ديفينيشن هناخد الاوبجكت ونشوف ايه اللي تحتيها. بس المره دي تعال نبص حاجه مختلفه، تعال نبص على البرودكت. فالبرودكت ايه اللي تحت البرودكت؟ في انوتيشن، في element، في جريد، في بورت، في كل الكلام ده. تعال نبص على الاليمنت. فالاليمنت بقى ايه؟ حاجات احنا فاهمينها هي عارفينها، بيلدينج element، سيفل element، ديستريبيوشن element، element assembly. بقت الحاجات هي يعني خلاص بقت عامله زي انك بتقسم الكومبوننتس بتاعت المبنى بتاعك، بدات توضح اكتر. طيب تعال نبص في الـ IFC element، تعال نبص على الـ building element. طب نبص ايه اللي فيه تحت الـ building element؟ في عندك بقى الـ components اهي، building beam، element proxy، chimney اللي هي المدخنة، column، covering، curtain wall، door، footing وهكذا. كده اعتقد الرؤية بقت واضحة، المواضيع هي عبارة عن ايه وماشية ازاي الـ hierarchy الكبيرة دي. طيب تعال نبص مثلا على حاجة تانية، تعال نخش الـ building element ونبص على السلاب. فالسلاب تحتها يا اما سلاب element case يا اما سلاب standard case. تعال نبص على خصائص السلاب، هي هتبقى حاجة عملاقة كده يعني، دي حتى مش كلها، دي حتة منها. وتعالى نعمل نركز ناخد سناب كده ونركز على الحتة منها مثلا. تعال نبص على material layer، فبيقول لك السلاب دي ممكن تبقى layers من material. هو بنمسك layer الواحدة، layer دي ايه ال properties بتاعتها؟ فبيقول لك ده ايه ده؟ ده ليها associates material، يعني ايه في النهايه ليها ايه الماتيريال بتاعت اللاير دي. فبيقول لك والله ودي كمان هتبقى لاير سيت، هي جزء من سيت. والماتيريال لاير دي بص ليها خصائص ماشيه اهي، تحتها الماتيريال، والماتيريال نفسها بيبقى ليها نيم، ليها ديسكريبشن، ليها كاتيجوري، وهتلاقي مثلا بعد كده ليها كولرز. ليها ده مثلا لو انت هتخش على الديسكريبشن بتاع ده بيبقى جزء من الديسكريبشن، فالريفت هتبقى ليها جزء من الديسكريبشن ده كولر. وهتعرفها زي ما انت بتعرف في البروجرامنج، لو حد اشتغل بروجرامنج في الغالب بيعرف الكالر ب x y z dimension.
اللي هو بيبقى زي كيوب بتاع كلر، وبيحط الاكس واي زد دايمنشنز يطلع له الكلر دي، ممكن نشوفها قدام بس، وهكذا. فدي عينة نفهم منها الدنيا ماشية ازاي. طيب تعال نبص مثلا على الخصائص. يعني دلوقتي بنقول احنا بنتكلم على السلاب، تعال نبص على الخصائص، ايه البروبرتيز الخاصة بالسلاب بس. فقال لك تعال بص، ده في عندك الويدث، وعندك اللينث، وعندك الديبث، عندك البريمتر، جروس اريا، نت اريا، فوليوم، نت فوليوم، جروس ويت، نت ويت. هو جمع كل الحاجات الجيومتري بتاعتها ودخل الدنسيتي معاها، وبيعرف، فتلاقيه معرف لك كل حاجه بالظبط. يعني مش بيقول لك ويدث ويسكت، لا بيقول لك لا، ده نومينال ويدث اور ثيكنس اوف ذا سلاب اونلي جيفن لو السلاب بريزماتيك، وهكذا. فهتلاقي مثلا هنا مثلا في الهيراركي بتاعتها في الكوانتيتي بيعرفها برضه، هو بيقول لك اللي هي الديفينيشن بتاعتها، ديفينيشن باي بروبرتي، اسف ديفاينز باي بروبرتي، ويبدا يخش بعديها بعد كده يقول لك الاليمنت كوانتيتي عن طريق هيغذي من الدايمنشنز والكلام ده بلس الكوانتيتي، وبعد كده بيديها النيم ديسكريبشن، وتحتيها الكوانتيتيز وهكذا، وليها ليبل، ليها تكست وهكذا، وتحتيها هو دخل اللينس، الاريا، الفوليوم، ويدث زي ما احنا بيناها هنا، كاونت لو في كاونتنج اعداد وهكذا. تعال نبص على حاجة تانية. تعال احنا اتكلمنا كده على الاوبجكتس، تعرف لو فاكرين احنا قلنا عندنا اوبجكتس وعندنا ريليشن شيبس. تعال نبص مثلا على الريليشن شيبس. فهنا مثلا في ريليشن شيبس هتلاقي في ريليشن شيب اساين، في ريليشن شيب في علاقة ليه اسوسيشن، لو احنا فاكرين قلنا في اسوسيشن، في ريليشن شيب كونكشن، في ديكومبوزيشن، ديفينيشن، وهكذا. فتعال مثلا نختار الاسوسيشن. فالاسوسيشن دي لو اي اف سي ريليشن شيب، واخترنا ليه الاف سي، اسف نختار الاساين الاول، فممكن يأساين تو اكتور او للكنترول او للجروب او للبروسيس، اللي هو ازاي بيربط، انت بتربط ايه بايه. ولو اسوسيشن بقول لك ان هي تبقى اسوسيشن الابروفال، ولا كلاسيفيكيشن، ولا كونسترين معين بعمل لها اسوسيشن معاه، ولا لايبرري معينه بستعملها، ولا ماتيريال، ولا ايه بالظبط. طب لو كونكت، هل بقى ده ازاي الاليمنتس بقى تتربط ببعضيها. فالريليشن شيب كونكتس element مع element، ولا مع port، ولا port to element، ولا structure activity، ولا structure member، وهكذا. طبعا الكلام ممكن يكون سخيف شوية وياخد منك وقت عشان تفهم اللغة، يعني اللغة مش كانت لغة، اللي هي الترمينولوجي بتاعته، اللي هو ازاي بيعبر عن الحاجة بالشكل ده. بس الكلام بشكل عام، انا مش يعني في الكورس ده مش بحاول ان افهمك ازاي تعمل بروجرامنج على الاي اف سي، وان انت تديفلوب الشغل الخاص بيك. احنا اتليست عاوزين نطلع من هنا ان احنا فاهمين يعني ايه اي اف سي، ازاي الداتا، ازاي الداتا بتربط ببعضها، ازاي الفلو بتاع الداتا بيتحرك. تمام. طيب فمثلا ده مثلا المثال اللي قلته قبل كده مثلا بتاع الكونستراكشن مانجمنت. فجه مثلا في بقى يعمل سبيسيفيك داتا خاصه بكل دومين، في الاركتكتشر، في الكنترولز. فتعال نبص على الكونستراكشن مانجمنت دومين مثلا، فقال لك ده بص ده تحت الروت، تاني احنا قلنا الروت دي اعلى حاجه ممكنه، ده اللي فوق، تحتيها في الاوبجكت ديفينيشن، تحتيها الاوبجكت، تحتيها الريسورسز، تحتيها الكونستراكشن مانجمنت ريسورس، ده الجزء اللي هو اضافه خاص بالكونستراكشن مانجمنت. فتعالى مثلا نبص على الكرو. فجي مثلا في الكرو مثلا في الاي اف سي تايب اليمنت بتاعته، وبدا مثلا يقول لك مثلا ايه الديفينيشن بتاعتها. فقال لك الكرو ده ممكن يبقى اوفيس، في الاوفيس او في السايت، او ممكن انت ديفاينه كيوزر، او ممكن نوت ديفاين ات اول. فده مثلا ده الكرو مثلا هو شغال فين. تمام. طيب ازاي بقى الموديل بنربطه بالاي اف سي؟ يعني احنا كده اوكي فهمنا الاي اف سي هو عباره عن اوبجكت اورينتد موديل خاص بالكونستراكشن، حاجه احنا قررنا نعمل موديل ستاندردايزد الناس كلها تشتغل بيه، بدل ما كل واحد يعمل موديل ومش عارفين نربط ببعض الشغل بتاعنا ببعضه، لا احنا هنعمل موديل واحد بحيث كله يتربط ببعضه. طيب فدلوقتي عاوزين نفهم ازاي الداتا او الانفورميشن بتتحرك لو استعملنا الاي اف سي، الفلو هيمشي ازاي، ازاي نربط الموديل للاي اف سي موديل. يعني انت اشتغلت على ريفت، نفهم ازاي بيتربط بالاي اف سي موديل، ويعني ايه ان السوفت وير اللي انا بستعمله ده بيكون compliant او ينفع يشتغل مع الاي اف سي. عاوزين نفهم الحاجات دي، فنخش نبدا نطبق بقى من اول هنا. يعني الناس يعني نظريا يعني هتنبسط شويه، الناس كلها كانت عاوزه تشتغل برامج وكده، فده يعني هنبدا نشتغل برامج دلوقتي. ف
فازاي نابلاي الكلام ده على الريفت. تاني نفتكر في فرق كبير ما بين الريفت والاوتوكاد. الريفت شغال اوبجكت. يعني ايه اوبجكت؟ انت ما بترسمش لاين، لا انت بترسم حيطه، والحيطه دي بقى احد البروبرتيز بتاعتها مثلا لينث. اللاين هو بس البروبرتي بتاعته مثلا هي بتبقى لينث وخلاص، انما لا، انما الحيطه لا، ده ليها لينث وويدث ودايمنشنز. هي مش لاين، هي اوبجكت كامله وتحمل الكثير من الخصائص. فالفكره من الاوبجكتس ان هي اتس كاري بروبرتيز، انما اللاين نفسه كلاين هو مجرد لاين. كل الرسمه في الاوتوكاد هي لاين، في النهايه هي لاينز، انما لا، الريفت بيتعامل مع اوبجكتس وليس لاينز. عشان كده ده الجزء بتاع الاوبجكت اورينتد موديلنج، مش مجرد كاد رسمه بترسم وخلاص. تمام. فلو فتحنا مثلا السامبل موديل بتاع الاوتوكاد، او انت ارسم لنفسك اي حيطه، فرسمنا الحيطه بس، فعلى الشمال هتلاقي البروبرتيز اوتوكاد، ايه قصدي ريفت، انا اسف. فرسم فتحنا موديل الريفت ورسمنا الحيطه، رسمت حيطه وبص على البروبرتيز بتاعتها، اللي تلاقي دايما البان بتاعت البروبرتيز على الشمال بس. فدي كده مديك والله البيزك بروبرتيز بتاعتها. تعال نشوف، تعال نتعمق اكتر عشان نفهم. فتعال مثلا نعمل اديتنج للتايب. لو دوست على ايديت تايب هياخدك ويوريك بقى تفاصيل اكتر. فبدا يقول لك والله ككونستراكشن هي كده الجرافيكس بتاعتها، مثلا الكالر مثلا اهو بيعرفها باكس واي وزد، هي ار جي بي، مش 192 192 192 وهكذا. بيبدا يديها بروبرتيز خاصه بيها. كل الكلام ده ما كانش ينفع تعمله مع لاين، انما هي لا، انا بعمله عشان هي بقت اوبجكت. فليها مثلا ثيرمال ماس، ليها ثيرمال ريزيستنس، طب مقاومتها للحريق قد ايه، وهكذا. طب تعالى نتعمق اكتر. لو دوست على الايديت بتاعتها نشوف ايه بقى التفصيله بتاعتها. هو والله بيقول لك ده هي، لا ده هي element structure واحد ونوعها مثلا كونكريت بي دي، مش فاكر كانت بي ايه، كان تكمله الكلمه يعني هنجيلها قدام بس. فهي في النهايه، فتعالى مثلا نبص مثلا على ال سي ال وول 1، هي اعتقد سي ال، مش فاكر خسر لي ايه، خسر لي ايه، ما علينا. يعني ده التايب بتاعتها، هي بيزك وول، ودي التايب بتاعتها سي ال دبليو 1. هفتكر وانا بقول قدامي. الريزيستنس بتاعتها مثلا ده الفاير ريتنج بتاعها، الثيرمال ماس، وهكذا. وانت ممكن تزود. طب تعالى مثلا نبص على الكونكريت بي ال، الكونكريت بي لو انت دوست عليها مثلا عشان تاخد تفاصيل اكتر، تشوف بقى اهي الماتيريال اهي كاستم بليس كونكريت، فدي كونكريت كاستم بليس يعني مصبوغه في الموقع. فده نوع الماتيريال ليه خصائص كتير. فلو جيت مثلا في الايدنتيفاي هي الكلاس تحت كلاس الكونكريت، في الجرافيكس تلاقيها خصائص تانية خاصة مثلا زي مثلا الكوب بتاع الكالر بتاعها زي ما احنا قلنا. ففي النهاية الكلام ده، لو الكلام ده كله ممكن، انا اسف، الكلام ده كله الخصائص دي كلها هي تترجم للاي اف سي ازاي؟ انت بتقول والله الوول دي ليها لايرز، يعني الوول ليها لايرز زي ما هو بيعرفها هنا. ادي مثلا اللاير الاولانيه للوول، ادي اللاير، فكل لاير فهي مثلا كانت ليها واحده لاير، هي كده لسه مزودها، كنت ممكن احط عليها حاجه، فليها لايرز. والوول دي برضو ليها كوست. لو نفتكر هنا في الاول فين هنا، ايوه كان حاطط كوست تحت، للاسف ما بينتهاش في التعليق، بس ليها كوست ماشي. وتعال مثلا نبص نخش جوه شويه. طب اللاير دي نفسها، هتلاقي اللاير دي ليها ماتيريال اللي هي في الجزء ده، وهتلاقي اللاير دي ليها ثيكنس، يعني ادي الثيكنس بتاعت اللاير. طيب تعال نخش اعمق شويه. لو بصينا على الماتيريال دي نفسها بقى اللي هي جوه، الماتيريال دي ليها مانيفاكتشر هنا لو كان موجود. ممكن تعمل كمان الكوست، يعني بص هنا الوول ليها كوست والماتيريال ليها كوست. لو انت عاوز تحسب الكوست عن طريق نوع الماتيريال، وليس انك تحط ان انت هي الحيطه دي كلها بكذا بكذا الف مثلا، لا انا عاوز اعملها بالماتيريال، والماتيريال دي بعد كده اوتوماتيك تحسب الوول. هنا يبان مثلا اهميه الاي اف سي، ان ازاي ده هيتربط بده، ازاي الوول هاز كوست هيتربط بالماتيريال هاز كوست. فمجرد ما واحده تظهر هتسمع في الثانيه. ده جزء بقى من احد اجزاء المهمه بتاعت الداتا موديلنج، ازاي مربط الداتا ببعضها عشان تسمع في بعضها. فتعالى بقى ايه نشوف بقى بيترجم ازاي الكلام ده. فتعالى نجيب الموديل اللي احنا عملناه ده، او الحيطه اللي حتى انت عملتها دي بس، واعمل لها اكسبورت فايل، اكسبورت اي اف سي. هيطلع لك فايل كده، اعمل له اوبن وذ النوت باد بس، هيفتح لك النوت باد. هتلاقي فايل مثلا في مش عارف ربع مليون سطر ولا مش عارف ايه، على حسب انت حاطط ايه في الرسمه بس.
وزي ما انت شايف كلها تبع الاي اف سي فورمات، يعني اي اف سي الديتا زي ما انت شايف كلها تبدا في كلمه الاي اف سي، فاي اف سي اي اف سي زي ما احنا كنا بنقولها في الاول في الهيراركي. طب تعالى نفهم اكتر بالتفاصيل. فتعالى مثلا احنا مثلا قلنا مثلا الحيطه دي مثلا كان نوعها سي ال دبليو 1، فتعالى نعمل كنترول اف جوه الفايل بتاع النوت باد واكتب سي ال دبليو 1، هتلاقي ايه ده اللي احنا كنا بنقوله اهو، اي اف سي ماتيريال لاير سيت. ده فعلا نفس الكلام اترجم بلغه الاي اف سي، احنا بنقول ان هي الحيطه ليها لايرز وكل واللاير دي ليها ماتيريال، فهو قال لك اهو اي اف سي ماتيريال لاير سيت نوعها ايه، قال لك ايوه دي بيزك وول اللي هي الكود بتاعها سي ال دبليو 1. طب تعالى نبص على حاجه تانيه، تعالى مثلا ندور على اي اف سي ماتيريال، الماتيريال نفسها فين اهي، فقال لك اي اف سي سي ال اللي هي كونكريت بانلز وهكذا. فالكلام فعلا يعني هنا يبان لك ازاي التربيطه بتحصل. فمجرد ما ده الكلام اللي هو الكود بتاع الاي اف سي بيتحول، ازاي بيفهموا البرنامج وازاي بعد كده ممكن اخرجه من البرنامج ده بكلام الاي اف سي كده واحطه في برنامج تاني وهو هيفهمه. تمام، انا هوقف لحد هنا النهارده، يعني الموضوع تقيل، وان شاء الله نابلاي اكتر المره الجايه. دي السورس بتاعتي، ويعني ارجو يكون الموضوع واضح، او حاسس ان هو كان فيه لخبط، ممكن يكون يلخبط شويه، فيا ريت لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يعرف. يلا سلام عليكم.